بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني السلام عليكم. عنا القطايع هذوما نتاع الدبريداج هذوما باش نوريكم كيفاش معناتها نحيوهم هذوما كلهم نحيوهم ما نخليوهمش ينقصونا من السرعة ويضرونا السكوتير. كيفاش يضروها السكوتير؟ معناتها تولي ما عادش تعطينا حاجة باهية، ما عادش تعطينا الجري والقوة، معناتها تولي تاكل في الوقود، تستهلك في الوقود، تاكل في الليسونس. شد هك نبداو بهذيا. هذه القهوة في الفاريو نحيوها، يعرفوها الزملاء. القهوة التالي مجدودة، مجدودة الزبلوك. نلقاوها في الفيفا سيتي، نلقاوها في البوكسي، نلقاوها في تابع بيجو، تابع عائلة بيجو. هايك وريهم مليح. عندنا هذوما نلقاوهم في ليشابمون، بو ليشابمون نلقاوهم من القدام، نلقاوهم من القدام هكايا يطيحونا في السرعة برشا. بعد الروداج نحيوها ما نخليوهمش. فما اللي راه اللي هذوما نخليوهم باش ما يضروناش السكوتير، لا لازم قد طول وقد عرضو. كي نحيو الباق هذيك مشاكمون تولي تتحسن في الجري وفي القوة، فهمت؟ شنو واحد معناتها يخلي سكوتير ضعيفة ويقول لا جونيور قال لا وفي فرنسا ما نحيوهمش. في فرنسا شحالنا فيهم هذوك الناس لاباس عليهم عندهم، احنا لهنايا كنحيوهم. واحد باش يجي فهمتي يتعدى يشق قياس، تبدا بتمشي وحده وحده دبه دبه، واحد ما ينجمش يتحرك بيه بالدراجه. في ساعده يبدا مركب واحد ما ينجمش يطلع، ولا تو هذيه كيما الباك هذيه تو نلقاوها في الفاريو. هذه نلقاو عاده في البيجيو عاملين هذيه فيها حرف، هاي تشاهدوا فيها. ما نجموش نحيو كيما الباك هذيه، الباك هذيه نعرفوها زاد نحيوها. نلقاوها في اللوفيتو، نلقاوها حتى في عائلة البياجيو هذيك يعرفوها. نحيوها هذيك من الفاريو باش تولي تزيدنا في السرعة. كي نخليوها تولي تصيح في بلاصتها، ما تاكل في الوقود وهي على بلاصتها كيما هذه. هذه ما لقيناش منه مثلا نولي نهزو التورنير ونحيوه، وهذا نبدلوه بواحد اخر كيما هذا فرتور يكون تاع البيجيو. عندنا هذه نلقاوها ملتالي في الكربيراتير. عندنا هذه نلقاوها تحت البيبا نتاع الكربيراتير، نلقاوها في برشا انواع خاصة في جيليرا نلقاوها. عندنا هذه البواسو ما تخليش يطلع مليح، البولون هذايا تلقاه ما يخليش البواسو في الكربيراتير تطلع مليح في الموتيل كاتون. هاكا كيما هكا مثلا تلقاه بولون محطوط. هذيك عينة حبيت نوريها لكم، هاي كيما فما واحدة منهم نحينا لها البولون هذايا قصيناه قد قد هاك الزيادة هذيك، ما تخليش البواسو يطلع مليح كيما هكا. البواسو يمشي شوية ويقف، ما يخوش الهواء والغاز بالقدا كيما يلزم. باهي عنا الباستي هذه، الباستي هذه اللي هي عملنا عليها الفيلم هذايا. الباستي هذه نلقاها عادة في الشاكمو، في البو، في اللوفيتو، في السبيريت، في الستاند، في النيترو، تلقاها تحت الجعبة هذه ماشي هكا. نلقاوها معناتها متعدية لهنا تاخذ لنا شطر الجعبة، ما تخليش الشابمون ينفخ بالمرتاح، ما تخليهش مسرح تسدو، واحنا ماذا بينا حاجة مسرحة وتمشي وخويا. باه كي باش نخليوها برشا وقت هذيك تولي تربي الكلامين وتقعد لنا الدراجة السكوتير تقعد لنا ضعيفة. باه وين نلقاوها هذه؟ نلقاوها لهنا، نقصوا الجعبة هذه ونعاود نحيو هذه باستي ونعاود نسوديوها. باه تفهمنا ولا لا؟ نقصوها ونعاودو نسوديوها. كي نعاودو نسوديو نسدو النقبة ولا لا؟ لا ما نسدوش. فما اللي يتسائل قال لك النقبة هذيك معناتها اللي هابطة منا نسدوها ولا لا؟ نقولو له لا، نخليو هذيك نحيو الباستي ونرجعوها. علاش ما نسدوهاش؟ خاطر باش تعطينا الأكسجين من هنا، باش تحاشنا بالأكسجين اللي هو باش يجينا من التالي، معناتها يجينا باش نكملو باش يحرق به البيرت نتاع ليسونس، الضياع نتاع ليسونس اللي خارج من الموتير والزيت. يتحرق في الموتيل الكاتاليزر وقتين نحيوها هذه نسدي نحيوها جمله ونسدوها. كي يبدا عندنا لي شابمون من غير كاتاليزر، توا المره الجايه نضيف مع نعمل درسي اخر على ليماج لي بواتي سي دي. توا ندمو شويه سي دي ونعملوا عليهم درس باش نعرفوا كيفاش انا نقصوا خيط، انا نزيدوا خيط، انا معناتها اللي نزيدوا ماس. والسلام.